كأن البطولات على اختلافها وجدت ليفوز بها كبير الأندية وزعيمها ريال مدريد، كأن الأرقام القياسية وضعت ليحطمها الملكي ومن غيره يفعل بها ما يريد. هو الحافظ لتضاريس الألقاب وذهب النهايات في كل زمان ومكان، هو الذي لا يوشح إلا صدرا محاربا مقاتلا من أجل الشعار على الميدان. انطلقت الأفراح وبدأ موسم الحصاد مبكرا في العاصمة الإسبانية. خضعت الليغا 36 في تاريخ لاس بلانكوس وحسمت بشكل رسمي قبل جولات من نهاية مسابقة الدوري. من كاتالونيا جاء التأكيد حسابيا على تتويج أصحاب الرداء الأبيض بعد موسم استثنائي شق فيه الملوك طريقهم نحو حصد اللقب بمن حضر. هكذا هي عادات وجينات أبناء القلعة البيضاء. غادر المهاجم الأول للفريق صيفا فقيل من سيدك حصون الخصوم. ضربته الإصابات من كل الجهات بدءا من حارسه تيبو كورتوا فقيل حماهم بات مستباح، وتتمة قائمة المصابين تعرفونها جيدا. استعاد حرسه القديم شيئا من ذكريات الماضي القريب، واستنهض شبابه ووافدوه همم ما قدموا من أجله، فكانت المحصلة والنتاج فريق تنافسي بعقلية الانتصار دون الاكتراث للعوائق والصعوبات. تتويج ريال مدريد بالدوري الإسباني كان اللقب 100 في خزائن نادي القرن على مر التاريخ. مئوية الميرينغي كتبت بحبر إيطالية وتلك قصة أخرى. عراب البطولات كارلو أنشيلوتي وصل إلى لقبه 28 كمدرب. بعيدا عن الصخب والضجيج راح الربان كارلو ببارجة لاس بلانكوس على مياه هادئة لتحقيق لقبه 12 كمدرب لريال مدريد، ليثبت بالملموس أن قرار استمراره بعدما كان على قارعة الطريق لم يكن عبثا. عدل صاحب 64 عاما في مخططه حسب مقتضيات كل مرحلة، وضف ما أتيح له من أسلحة تماشيا مع ما تتطلبه كل معركة. استخرج أفضل نسخ لاعبيه ووضع جود بيلينغهام حيث يجب أن يكون، فكان دوما ذا قدرة عالية على التعامل مع كافة التحديات. الرجل الذي أكد هذا الموسم أن التتويج بالألقاب أسهل بكثير من ضبط توازن حاجبيه، حسمت 36 في وقت مثالي قبل موقعة إياب بايرن، وفي مدريد يدركون جيدا أن هذا الرقم ليس عن خزائنهم ببعيد. قلعة سانتياغو برنابيو أو القلعة التي لا تغيب عنها شمس البطولات والألقاب بعد مئوية النادي، شهيتها مفتوحة للمزيد.